بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أزهر يا جماعة هتكلم تحت العنوان Changing the Browser Setting and Player Size. البراوزر سيتنج، لو أنا كنت ناوي نعمل ببلش بس مش على ملف إكس إيه المرات، يعني أنا كنت عايز نعمل ببلش بس على براوزر. يا جماعة الموضوع ديت، انت حتى لو عملت بريفيو ملف اكس اي على فكره بيبقى فيه دايما صفحه ويب بيج ليها دخل بالموضوع بتاعك، ولو شغلت الويب بيج ديت بعد ما نعمل ان شاء الله باذن الله كمان شويه ببلش في السيشن اللي جاي هتلاقي برضو نفس المحتوى بتاعك موجود على البراوزر. فهي نفس الفكره، البلاير اساسا عباره عن ملف فلاش والبراوزر برضو هو اللي سبورتد القصه بتاعت الفلاش. في البراوزر سايز حجم البراوزر عباره عن ايه؟ تمام. الجانب الثاني البلاير سايز، انا اعمل لك حجم البلاير ده عباره عن ايه؟ طيب لانش بلاير ان يو ويندو، لا في حالات اني انا بعرض بقى بس من براوزر. يا جماعه الكلام كله عن براوزر مش عن ملف الاي اكس اي، الكلام ده كله عن القصه بتاعت البراوزر انا اعمل لك فيها ايه بالظبط. طب اخلي الموضوع ديت ريسايزنج على الحجم بتاعه ولا ريسايزنج لغايه لما يملى الشاشه؟ طب الحجم بتاعه هيبقى سكيل على حسب البراوزر ولا اقفله على حسب الحجم الاساسي للبروجكت بتاعك؟ طب اعمل لانش للنيو ويندو، طب انا عملت لانش اعمل ايه؟ طيب اخلي لك النيو الكنترولز في نفس الويندو ولا اصغرها لك على حق اخلي اليوزر يبتدي يعمل شرينكينج يقلل ويصغر في حجم البراوزر؟ القصه ديت كلها هتبان يا جماعه بالله بعد ما نخلص ببلش خالص ونشوف القصه بتاعت البراوزر دي ايه هي قصتها يعني. فهنحاول نديها نظره بسيطه، او ده كان الكلام عن القصه ديت. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.